عشان قواعد البيانات. الحضرة اللي فاتت انشأنا قاعدة بيانات عن طريق أمر اسمه create اليوزر، سميناها تيست، ايدنتيفاي ايدنتد باي سميناها ثلاثة، الباسورد بتاعنا بعد ايدنتيفاي 3 تي، ثم ديفولت تيبل سبيس سيستم يعني حدد لي مساحة افتراضية على الهارد، بعد ذلك التمبراري تيبل سبيس تم، وقلنا التم ده عبارة عن مجلد بيكون موجود مع الويندوز هيدعمني في التعامل مع قاعدة البيانات. الخطوة اللي بعديها ان احنا بنحدد المساحة، قلنا تحديد المساحة حددناها انها 100 ميجا، وقلنا يا ميجا يا اما كيلو يا اما ميجا يا اما انليمتد ثم اون سيستم. طيب عايزين دلوقتي، وقلنا تحديد المساحة بيكون عن طريق امر اسمه الكوتا، عايز اعمل اتصال بقاعدة البيانات اللي انا سبق ان انا انشأتها، هقول له كونكت كونكت التست انتر، واللي دخل كلمة السر اللي هي 3 تي، خلاص لان عندي فعلا قاعدة بيانات موجودة، هيقول لي متصل، ثم اعمل شيل يوزر عشان اتأكد من قاعدة البيانات بتاعتي. شو اليوزر؟ قال لي انك انت موجود في قاعدة بيانات تيست، ممكن اعمل سيلكت ستار فروم التاب كومن اوطا عشان اعرف الجداول اللي انا انشأتها داخل قاعدة بيانات تيست. عندي جدولين كان سبق انشاهم، الجدول الاولاني اللي هو سكول، الجدول الثاني اللي هو ستودنت، الجدول الاولاني سكول، الجدول الثاني ستودنت، وممكن اعرف الهيكل التنظيمي لكل جدول من هذه الجداول عن طريق امر ديسك لسكول. اعرف لي الهيكل التنظيمي، الهيكل التنظيمي هو بيبين لي اللي هو اسماء الحقول ونوع البيانات الموجوده، وقلنا عندي مجموعه من الانواع، قلنا نمبر عشان ندخل ارقام، قلنا كار عشان ندخل حروف بسعه 2000 حرف، والمقصود هنا بالحروف ان حروف وارقام وعلامات خاصه، قلنا فركر انك تدخل لحد 4000 حرف، قلنا فركر 2 لحد 4000، لكن المساحه اللي انت هتحددها هو اللي هيبدا يتعامل معاها. طيب ده الكلام ده، ونقدر ننشئ، عايزين ننشئ الجدول، خدنا امر كرييت، خدنا امر كرييت التيبل واسم الجدول، ثم فتحنا قوس، وبعدين بدانا نحدد اسم الحقل ونوع البيان، اسم الحقل ونوع البيان كما منقوطه، واخترنا امر انسرت انتو اسم التيبل، وبعدين الفاليوز هذه القيم. طب ايه اللي هناخده في محاضره النهارده؟ في محاضره النهارده هناخد مجموعه من الاوامر تكمله. اول امر هناخده بعد ما خدنا الانشاء، هناخد امر اسمه التحديث، هناخد امر اسمه التحديث، عايز احدث بيانات سجل، عايز احدث بيانات سجل. طيب نشوف كده، نعرض البيانات الموجوده في جدول سكول، اقول له سيلكت ستار فروم سكول، كوما نقطة، دي البيانات. عايز احدث بدل ما اسم المدرسة الموجودة في السوق اسمها جمال، عايز اغير الاسم، ولذلك احنا بنقول ايه؟ تحديث البيانات، تحديث البيانات هو تحديث بيانات سجل من السجلات. عايزين نحدث هذه البيانات، هنستخدم امر جديد اسمه ابديت. صيغه الامر ايه؟ ابديت اسم الجدول، ست الاسم الحقل بالقيمه الجديده، ثم شرط للدلاله على هذا الحقل. يبقى انا عايز اغير اسم جمال الموجود في اسم المدرسه الموجود في السوق الى مدرسه احمد غانم.
أو أحمد غانم الابتدائية. الأمر اللي هستخدمه أمر تحديث بيانات السجل اسمه أبديت، يبقى هقول له أبديت أبديت، ثم اسم الجدول الموجود عندي اللي هو سكول أبديت سكول، ثم ست تخصيص اسم الحقل اللي أنا عايز أديله قيمة، يبقى هنكتب اللي هو الحقل بتاعي اللي هو ان اندر سكول سكول هتساوي الاسم، لان ده عبارة عن نص لازم، اللي هي سنجل كوت، هسميها احمد غانم. برايمري، وبعدين اقفل بالسنجل كود، ثم احط جمله وير لازم اعرفه ده هيجيبه منين، حيث ان اللوك الموقع بيساوي، حيث ان الموقع بيساوي سنجل كود دي سو، واقفل وبعدين الكومه المنقوطه وانتر. تم تحديث الملف. يبقى تاني الانشاء عرفنا ازاي في المحاضرة اللي فاتت، وعرفنا ازاي نحط البيانات او نوضع البيانات او ندخل البيانات داخل الجدول. دلوقتي اكتشفت ان انا دخلت البيانات غلط، فعايز اعمل عملية تحديث لهذه البيانات. فالقاعدة بتقول لي ابديت اسم الجدول، ثم ست اسم الحقل المراد تغيير البيان بتاعه اسم الحقل، ثم يساوي ثم القيمة الجديدة، ثم هوير الشرط، لان ممكن يكون عندي اكتر من حقل. عايز استعرض اقول له select star from school كوما نقطة، هلاحظ فعلا ان رقم واحد اسم المدرسة احمد غانم برايمري، المكان دي سو، يبقى ده امر اسمه update. هذا الامر سهل جدا ويستخدم لتحديث البيانات. طيب انا عايز احذف، هناخد امر لحذف سجل. في فرق بين حذف سجل، حذف سجل بامر اسمه ديليت، وحذف جدول بامر اسمه دروب، وهنقول حذف جدول بعد دقايق. عايز احذف السجل اللي هو بتاع زياد الكسندريه، احذفه ازاي؟ طريقه تنفيذ الامر، يبقى هناخد امر ثالث اسمه ديليت ديليت، ثم فروم لسكول، وبعدين جملة وير، حيث أن اللوك بيساوي أليكس، نقوم ونقطة وانتر. تم حذف الجدول. يبقى عايز أحذف بيانات سجل. السجل هو الصف أو المحور الأفقي الموجود داخل الجدول. يبقى أمر ديليت فروم سكور هوير، ثم لازم ابين له موجود فين، يبقى الشرط بيتكتب لوك للدلاله عليه، ثم البيان اللي اقدر من خلاله احذفه. لو عملت سيلكت ستار فروم سكول، هنلاحظ ان انا عندي دلوقتي الجدولين. يبقى انا دلوقتي دي اللغه اللي احنا خدناها، لغه اسمها دي ام ال، دي ام ال داتا مانيبيوليشن لانجويج، تتكون من ثلاث اوامر، انسرت وامر ابديت وامر ديليت. هذه هي اللغه اللي احنا اتكلمنا عليها. يبقى بعد ما بتنشئ قاعده البيانات، بعد ما بتنشئ الجدول تعمل انسرت. انسرت عشان تعمل ايه؟ عشان تقوم بوضع بيانات، وابديت عشان تحدث هذه البيانات، وديليت عشان تحذف بيانات سجل. طيب في اوامر هنا جميله، اوامر برضو محل سؤال. دلوقتي انا عايز احفظ كل الخطوات اللي فاتت ديت، احفظها بحيث انك ما لا يمكن التراجع عنها، لا يمكن التراجع عنها. فهناك امر اسمه كوميت، امر كوميت استخدم لحفظ البيانات السابقه. يبقى انا عملت انشاء وحفظ وكلام من ده، لو استخدمت امر كوميت خلاص لا يمكن التراجع عنه. لو عايز اتراجع عنه، لو عايز كنت اتراجع بدون ما احفظ، كنت استخدم امر اسمه رول باك. لكن انا عايز دلوقتي، عايز دلوقتي احفظ، اقول له كوميت سي او ام ام اي تي
كومة منقوطة. تم التثبيت. اذا كلمة التثبيت اللي هي الحفظ. طيب تعال بينا، لو انا عملت سلكت وكلام من ده هلاقيه زي ما هو موجود. انا هعمل ايه؟ عايز اضيف للجدول بتاع سكول، عايز اضيف للجدول بتاع سكول بيانات. يبقى هقول له ايه؟ هقول له انسرت، انسرت الانتو لمين؟ للسكول. هضيف له بيانات فاليو، فاليوز، وافتح قوس واقول له رقم 3 وبعدين فاصلة وبعدين كوتيشن، كوتيشن النجار، قافل سنجل كود وبعدين فاصلة وبعدين كوتيشن تاني وهسميه كايرو، ونقفل الكوتيشن ونقفل القوس كومة منقوطة. كده أنا ضفت إيه؟ كده أنا ضفت بيانات جديدة أو سجل جديد للجدول اللي اسمه سكول. لو عملت له سيلكت ستار فروم سكول كومة منقوطة، هلاحظ إن بقى عندي تلاتة، بقى عندي تلاتة موجودة هو. طب إيه رأيك إن أنا مش هحفظه؟ لو استخدمت أمر كوميت ده للحفظ والتثبيت لا يمكن تراجع عنه. طب انا عايز اتراجع عنه، هستخدم امر اسمه رول باك، رول، رول باك كومة منقوطة اتلغى. اللي عرفني انه اتلغى اعمل سيلكت تاني، اعمل سيلكت الستار فروم سكول، يبقى كوميت للتثبيت عشان ما تقدرش تحذف، رول باك يتراجع عن اخر امر فقط، ادي رول باك. طيب لنفترض ان انا ماشي وانا بمشي قاعد بنت بمشي خطوه خطوه ومش عايز حد يتراجع، او بعد ما اتاكدت تمام التاكد من بياناتي او من سجلاتي او من الادخال مش عايز يكون في تراجع، هناك امر اسمه سيف البوينت عند النقطه دي اقول احفظها لي، سيف البوينت، وامر سيف البوينت كله بوينت احذفها لي، احفظ لي كل اللي فات ده باسم اسد. يبقى دي اسمها نقطة ايه؟ نقطة حفظ، نقطة حفظ. ثم ابدأ انشئ واتراجع، انشئ واتراجع، وفي النهاية اكتشفت ان الخطوة الاولانية خلاص اللي من ساعة انا عايزها، اجي عامل هذا الامر يرجعني للاصل بتاعي. ازاي يرجعني للاصل بتاعي؟ عن طريق اسمه رول باك تو سيف البوينت. يعني انا عمي حفظت السكول بالمجلدين دولت. لو انا دلوقتي ادخلت بيانات انسرت انتو، انسرت انتو سكول فاليوز، وبعدين قلنا واحد فاصلة سنجل كود وائل، ألين كومة منقوطة. كده أنا أنشأت سجل جديد داخل الجدول اللي اسمه سكول. عايز أرجع لسيب بوينت، افرض أنشأت كمان، افرض أنشأت كمان، إيه المشكلة اللي في رول باك؟ رول باك تستخدم للتراجع عن اخر خطوة. انشأت وحذفت وانشأت، يبقى هتراجع عن مين؟ عن الانشاء بس. لكن السيف بوينت تسمع لي ان انا ارجع 50 خطوة ارجعهم للخلف وارجع لهذه النقطة. لو انا عملت دلوقتي سيلكت ستار فروم سكول كومة منقوطة بقوا ثلاثة. افرض انشأت كمان واحد واستخدمت امر رول باك هتراجع على اخر واحد بس، بينما امر رول باك تو تو سيف البوينت اسد ترجع لي النقطه اللي اسمها اسد. يبقى هقول له رول، رول باك، رول باك تو سيف البوينت اسد.
يبقى هيلغي كل التعديلات اللي بعد هذه النقطة ويرجعني لهذه النقطة. يبقى أمر كوميت للتثبيت أو للحفظ كل اللي فات ما اقدرش اتراجع عنه خلاص. أمر رول باك للتراجع عن آخر خطوة أنا قمت بيها فقط سواء كان حذف أو تعديل أو أمر سيت بوينت عشان أحفظ نقطة. أقدر لو أنا حبيت ألغي كل 50-60 خطوة اللي بعد كده أقدر ألغيهم. أمر رول باك تو سيف البوينت اسم نقطة الحفظ دي للتراجع عن هذه النقط. طيب أنا مواثق من نفسي ومش عايز أتراجع وعايز أخلي الكمبيوتر أو السيرفر يحفظ تلقائي. هناك أمر اسمه سيت أوتو كوميت set auto commit on. ايه وظيفة هذا الامر set auto commit on؟ يعني قوم بعملية حفظ تلقائي. اذا اي حاجة هنشئها هتتحفظ لوحدها مش عارف اتراجع عنها. اكتشفت ان ده امر خطير بالنسبة لي عايز اتراجع عنه. امتى تراجع عن امر الحفظ التلقائي؟ بدل ما اون اخليها اوف. هقول له ست الاوتو ودي موضع اسئله في الامتحانات بتاع شركه اوراكل كوميت اوف. يبقى كده انا بتراجع عن عمليه الحفظ التلقائي. ست اوتو كوميت اوف للتراجع عن عمليه الحفظ. هنتكلم على اوامر اخرى فرعيه. هناك لغه احنا اتفقنا احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان الاس كيو ال ثلاث لغات. لغه اللي هي دي ام ال داتا مانيبيوليشن لانجويج وحاجه اسمها DDL اللي هي Data Definition Language اللي هي لغة تعريف البيانات وحاجة اسمها DCL اللي هي Data Control Language. طيب Data Control Language احنا خدناها ولسه هنكملها في المحاضرة الجاية اللي هي أمر Grant اللي هي أمر منح الصلاحيات. هنقص بس هناخد أمر اسمه Refug ان احنا نسحب هذه الصلاحيات دي في المحاضرة الجاية ان شاء الله. دلوقتي في ثلاث أوامر بالنسبة لData Definition Language. الامر الاولاني اللي هو رينيم ان انا اغير اسم جدول. كتبت اسم جدول وفجأة وبعدين حبيت اغير اسم جدول اقدر اغير اسم جدول. الامر الثاني ان انا عايز اغير الهيكل البنائي بتاع جدول بعد ما دخلت بيانات لقيت ان في مشكله انا اخترتها فركرتوه وهي كانت المفترض تكون نمبر الغي كل اللي عملته. لا هنستخدم امر اسمه الليتر لتعديل الهيكل البنائي للجدول. الامر الثالث اسمه دروب لحذف الجدول. لقيت ان الجدول ملوش لازمه وانا بخطط بعمل بلاننج بالنسبه لقاعده البيانات اكتشفت ان في جدول انا ما استخدمتوش هيزود الحجم على الفاضي مفيش استخدام فبستخدم امر اسمه دروب. نغير اسم جدول اللي اسمه ستودنت نسميه فيرست ستودنت مثلا. يبقى عايزين نغير اسم جدول هنستخدم امر اسمه رينيم. ورينيم من اللغه اسمها داتا ديفينيشن لانجويج دي دي ال. رينيم اسم الجدول القديم المراد تغييره student. ثم to غيره الى first student. كمان نقطة كده بقى احنا غيرنا تمت اعادة تسمية الجدول بناء. ايه اللي عرفني؟ اقول لك اعمل select ستار فروم التاب هيديك على طول اسم الجدول. يبقى عندنا جدول اسمه سكول وجدول اخر اسمه فيرست ستودنت. يبقى امر رينيم لتغيير اسم الجدول. طيب لما نبص للهيكل التنظيمي بتاع سكول الهيكل التنظيمي عملنا ديسك امر ديسك بعدين سكور عايز اعمل حاجتين. عايز اضيف حاجه كمان يبقى رقم المدرسه لان هو نمبر ثم اسم المدرسه ثم مكان المدرسه ثم عنوان المدرسه. لان انت لما تقول لي المكان في تسوق او في قلين فين بالظبط يبقى اذا انا عندي حاجه ناقصه
يبقى انت عايز تعدل في الهيكل البنائي بايه؟ بالاضافه ولا بالتعديل؟ يبقى انا عايز اعمل تعديل، التعديل قد يكون اضافه او قد يكون حذف. عايز اضافه هضيف حاجه جديده، هنستخدم امر اسمه الليتر. الليتر ده الامر اللي يستخدم لتعديل الهيكل البنائي، الليتر. ثم اسم الجدول بتاعي اللي هو سكور. طيب قلنا لا، لازم لما تقول الليتر نقول له تيبل، الليتر التيبل سكور. ثم امر انت عايز تعمل اضافه تقول له اد وتفتح قوس. هنضيف حاجه جديده اسمها ادرس، اي دي ار اللي هي ادرس، ده اسم الحقل. نوعه ايه؟ نوعه فار كرتون، في اي ار سي اتش اي ار 2. وبعدين نحدد الحجم بتاعه، الحجم بتاعه 20. بعد كوما نقطة نشوف كده فاركر 2. في هنا خطأ، نعيدها تاني او نعمل اي دي. ديت اللي هي 2 اللي هي 2. بعد نحفظ وننفذ ار، ما قفلناش الجدول، لازم نقفل الجدول اللي بره، ما قفلناش القوس. طيب يبقى احنا كده تم اضافه للهيكل التنظيمي، الليتر لاضافه الهيكل التنظيمي. لو عملت دلوقتي عايزين نعرض الهيكل التنظيمي على دي ديسك، ديسك سكور، هلاحظ انه بقى اربعة، في نمبر، في نمبر، في الاسم، وفي اللوك، وفي الادريس. اهو كان الاول كام؟ كان الاول ثلاثة، كان الاول ثلاثة، النمبر والنيم واللوك. يبقى ده اول امر في عملية التعديل في لغة الدي دي ال. طيب والله وانا بدخل بيانات لقيت العنوان مش 20 حرف، لان الحرف بيتحسب ازاي؟ الحرف او الرقم والمسافة بتتحسب. لما اجي اكتب مدرسة زي مدرسة دسوق الثانوية بنات مثلا، او مدرسة الصنايع الثانوية بدسوق، ازيد من 20 حرف. فاذا عايز اعدل الهيكل البنائي، هنستخدم المرة دي بدل اد هنستخدم امر اسمه موديفاي. هقول له الليتر، الليتر التيبل، الليتر التيبل، الاسم بتاعه سكول. ثم اقول له موديفاي، موديفاي، وبعدين نبدا نقول الاسم اللي عايزين نعدله اللي هو فين؟ والله في الادرس. يبقى موديفاي الاسم اللي هو ادرس اللي هو اي دي ار فاركر 2 هنخليها بدل ما 20 40، بعدين كوما نقطة كده. يبقى احنا عدلنا. طب عايز اعرض الهيكل التنظيمي، اقول له ديسك للسكول، هنلاحظ ان العدد بقى 40 بعد ما كان 20. ادي الادرس اهيت فاركر 2 20، استخدمت التر تيبل ثم الاسم، وبعدين موديفاي للتعديل. لو الاضافه كنا بنستخدم ايه؟ هل ايه الحكمه اللي عملتها على سطر؟ ممكن اعملها على سطر واحد وكده عدلنا اهوت، خليناها 40. يبقى ده تعديل الهيكل البنائي. اخيرا هناك الامر الاخير اسمه دروب. لو انا عايز احذف جدول خالص ملوش لازمه حتى لو في بيانات، عايز احذف جدول فيرست ستودنت، ازاي احذف هذه الجدول؟ هقول له الامر اسمه دروب، ام دروب تيبل فيرست ستودنت كومون اوتا. كده احنا حذفنا هذا الجدول حذف نهائي، كده حذفنا هذا الجدول حذف نهائي.
تم اسقاط او حذف هذا الجدول. اعمل سيلكت ستار فروم التاب كومه منقوطه، هلاحظ ان ما عنديش غير جدول واحد. وبكده انجزنا محاضره النهارده. ان شاء الله في المحاضره الجايه هيكون في بعض الملاحظات، ثم الدخول على امر مهم جدا اللي هو منح الصلاحيه وحذف هذه الصلاحيه.